ثم قال عز وجل: وفي سبيل الله. سبيل الله، السبيل بمعنى الطريق. وسبيل الله نوعان، عام وخاص. فأما العام فهو كل ما يقرب إلى الله، فكل ما يقرب إلى الله فهو من سبيل الله بالمعنى العام. فبذل المال في إصلاح الطرق وبناء المستشفيات وحفر الآبار وبناء المدارس ونحوها من سبيل الله، لأن هذا مما يقرب إلى الله. النوع الثاني من سبيل الله، سبيل الله على الخاص، سبيل الله الخاص، وهو خصوص الجهاد. إذن سبيل الله نوعان، عام وخاص. فالعام كل ما يقرب إلى الله، والخاص هو خصوص الجهاد الذي يقاتل فيه لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا هو المراد. فلا يجوز دفع الزكاة في بناء المساجد، ولا إصلاح الطرق، ولا حفر الآبار وغيرها، لأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل حصر أصناف الزكاة بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وثانيا، أننا لو قلنا بأن المراد في سبيل الله عموم ما يقرب إلى الله عز وجل لفاتت فائدة الحصر، ولكان الناس يدفعون أموالهم في هذه الأمور ويدعون الفقراء. أنت الآن لو خيرت إنسان عنده مال فقلت أنت بالخيار بين أن تبني مسجدا أو تعطي الفقراء، ماذا سيختار؟ سيختار بناء المسجد، لأن ما يدفعه إلى الفقراء سوف ينتهي ثوابه وأجره في أيام قلائل وينتهي، لكن المسجد يبقى. المسجد فيه المصلي والقائم والقاعد والراكع والساجد والتالي والمتعلم والمعلم والمعتكف، يثاب على هذا كله. فلو أننا قلنا إن سبيل الله المراد به العموم لفاتت فائدة الحصر، ولكان الناس يصرفون أموالهم في المصالح العامة ويدعون أهل الزكاة. وعلى هذا فيكون المراد في سبيل الله أي خصوص الجهاد.